هذه الدورة هي الدورة الرابعة من مهرجان الدولي للفنون والثقافات الذي ينظمه منتدى الثقافات أو جنوب ثقافات. ميزة هذه السنة هو أنه اختار أن يظل في منطق أساس مقاوم هو منطق صون الثقافات الأصلية وصون الثقافات بمفهومها الإبداعي كذلك. ولذلك استدعينا في هذه الدورة مرة أخرى في انطلاق هذه الدورة استدعينا فرق من باحثين في الموسيقى من الأرجنتين والباراغواي والبنما وكذلك فرقة متميزة من الموسيقى الأندلسية الفلامينغو من إشبيلية. الميزة كذلك أن اخترنا أن يظل الفيق مفتوحا على شهرين متتاليين. خلال هذه الأمسية أسمينا هذه السلسلة أماسي الفياك وستظل مفتوحة خلال مدة شهرين. لماذا؟ لأننا ننوي أن نساهم في تنشيط المدارات والفضاءات الثقافية في مختلف مدن هذه الجهة وبالخصوص من المدن القريبة من المحيط الجامعي والمحيط الشبابي حتى تكون الثقافة حاضرة بشكل قوي وبشكل متنوع وبشكل يسمح لنا بأن ندبر الاختلاف بشكل جيد.